تسجيلات الرمال، خيارك الأمثل لتسجيل وتصوير مناسباتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. بسم الله نبدأ بهذا الحفل الكريم لأخوة من أخوتنا أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ابننا الغالي، ابننا الثائر سرحان دراغمي. في هذا اليوم برغم الألم الذي أصابنا بالأمس عندما سقطت أختنا شيرين أبو عقله، صوت الحق، صوت الحقيقة، ولكن لن ينطفئ هذا النور ما دام هذا الشعب الثائر يسير نحو التحرر. بالأمس كانت فاجعة كبيرة على أهلنا وشعبنا الفلسطيني بالتزامن مع سقوط أخونا أحمد دراغمي شهيداً في العام الماضي، وبالتزامن مع جريحنا الذي نتمنى له السلام والشفاء العاجل أخونا محمد دوباني. هذا هو الاحتلال، هذا هو الاحتلال البغيض الذي يقتل كل شيء فينا. وهذه العائلة، عائلة سرحان، قدمت الشهداء، فكان أخونا منجي الدراغمي رحمه الله، وكان أخونا عاطف سرحان، والقافلة تطول اللبن الشرقية، قلعة الشهداء وقلعة الثائرين التي قدمت على مذبح الحرية والاستقلال أسرى وجرحى وشهداء، وما زالت على نفس الخط. إننا في اللبن الشرقية وقد أثبتنا للقاصي والداني إننا سنكون شوكة في حلوق المستوطنين، فكانت مدرسة اللبن شاهدة على هذا الإرهاب، ولكن بصمودكم وبوقوفكم أمام طلابنا استمرت الحركة التعليمية رغم المنغصات من ما يسمى بالحراك الذي كان شريكاً بالجريمة، سواء كانت الحكومة أو الحراك، ولكنهم شركاء في الجريمة، لأن 70% من مدارس الضفة ما زالت تتلقى تعليمها، ولكن للبطولة عنوان البطولة الغير خالدة، أن نكون مجرمين بحق طلابنا، فكان من المفروض أن لا نتساوق مع ما يحدث، وكان من المفروض أن يكون طلابنا على مدارسهم ولا مقاعدهم. بالأمس المستوطنين وجهوا رسالة وقالوا هذه القرية الإرهابية تقدم لهم المشاريع، نحن سنتلقى المشاريع وسنأخذ المشاريع وسنعمر قريتنا بهمتكم جميعا. بالأمس نعيد مرة ثانية، ودعنا شيرين، ولكننا طبعنا كبلة الحياة على جبينها الطاهر لتكون مسيرتنا معمدة بالشهداء، معمدة بالثورة المستمرة حتى ننال حقوقنا. لا أريد الإطالة عليكم، باسم آل سرحان خاصة وباسم أهالي اللبن الشرقية عامة، نرحب بكل الضيوف الكرام باسم قلعة الشهيد واجد النوباني، باسم أخونا حسين الزبيدي، باسم أخونا أبو مصطفى، باسم كل الشهداء الذين سقطوا. أنا بعتذر إذا نسيت أي اسم منهم، ولكن عندما نقول الشهداء الذين هم أكبر منا جميعا، فلغة الدم هي اللغة الأولى، ولا لغة تعلو على لغة الدم. وباسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قرية اللبن الشرقية، باسم منطقة الشهيد واجد النوباني، نرحب بكل الضيوف الكرام، ونرحب بأخانا الفنان الكبير، الفنان الفلسطيني المتقدم، أخونا ناصر الفارس، الذي نتمنى
أن نكون معه بسهرة ممتعة. نعيد مرة أخرى، نحن شركاء مع الحزن وشركاء مع الفرح، ولكن لا بد أن نفرح، وحتى لو كان الفرح قليل، مع زعزاؤنا لشهداؤنا وجرحانا وأسرانا. وشكرا للجميع، وأهلا وسهلا بكم.